ممكن انك انت في صلب كلامك تكلمت ان طه ربما في بعض الامور اخطا، وبوجه الاخر قلت بطبيعه بني ادم يخطئ وخير الخطأ نتوبون، وتكلمت بالمجمل. دعنا نذهب للجانب الاجتماعي، ما هو الضرر اللي تسبب به هذا الفيديو وكيف يمكن معالجته سيد احمد؟ سيدي الجانب الاجتماعي هناك اضرار عده، هناك حقيقه نعم سيد شيخ احمد، جلال نعم شيخ احمد، تسمعني، نعم الحقيقه هناك اضرار كثيره. هذا يسيء الى مجتمعات، يسيء الى الزوج وعائله الزوج وعائله الزوجه ايضا، لما ابنهم على سبيل المثال واحد ينشر صوره، نشر صور بعيده عن عادات وتقاليد وقيم الاسلام، لما تنشر هذه الصوره بالله عليك، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. هذه الفواحش، وحتى اذا كان ياسي معلش في اللي يختلف هو وخطيبته، معلش احيانا يجي حتى خلاف، يجي يظل الحقيقه يعري هذيك المخطوبه اللي كان خطبها، وكذلك المخطوبه عندما تفسخ هذه الخطوبه تعري الخطيب او الزوج، يصير طلاق بينه وبين الزوجه، خلاص ما فيش نصيب وانتهي، ما فيش داعي كل واحد يعري الثاني.